الشياطين وزنابتين. أول كتابة طهارة عن حدث وزنابتين، وثانيها طهارة بدن وملبوسين ومكان عن نجس. أو شرط دوام شرط سام للميجي. وثالثها شرط سامين ستر رجل وأمة ما بين سرة وركبتي. ما بين تسوكو ناقد دبي دابوش ديابينو شكد رسنية. ستر رجل ولو سبيا با من دارج بي وأمة أمد ولو مكاتبة با مكاتبة جبي أي ببارة أزاد دكري وأم ولدين يعني من دارج لكابر أي بوا أو ما بين سرة وركبتي لهما لو أمتو لو بياوان دبي ما بين تسوكو ناوشيان ديار نبي ولو خاليا في ظلمة حتى أغا كسر لوندر النبي لتاريش يجب كارباش بكوشة توا قلب يرود بنجب كاقبولنيا بس رادة زاني بلغت بيسيا للخبر الصحيح. إذا بلو حديثي كحديثي الصحيح فالمويتي في غمبر صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائل لا يقبل الله صلاة حائل أي بالغ إلا بخمار درسنيا نجي خمار اي بالغ الا بخمار الا بخمار خمار خمار يعني دبي دبي خوي دا قوش بي مقصد اوي يعني محزبة مقصدي اوي حائض مقصدي بلوغي بوبي بلوغي بوبي يعني من دار نبي حائض بمعنى بالغة الا بخمار دبي خمار يعني دبي او هدا قوش يسلم لخوي حمي دا قوشي يجيش ديار نبي إلا دستو ساوني ويجيب ستر جزء منهما لسرة ولا ركبة دبي قيتو كتشي ستر بكا مثلا ما بين السرة وركبة برن إير آخر 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 تشوشيا دبي قيتو كتشي لتشوشي دا بقري وبمعلوم بي أو مع بين دا بوش دا بوش أقل ناسا ستر إيرا يعني إيرا نيا ها ركبة شوكا ركبة شوكا أو ديوي وازباتو دا بوشي برن دبي برو كتشي لو لا ببدي لناو تشيش كنين او تشيكي توكا تشي دا بوشي ومع بينك معلومة بي او مع بينك دا بوشتي وشي مسألة اللي واتزي قوتي دا ببرا تشي ليرا قيتانا تشي زياد بكي وبمعلومة بي واتزا كشولا او جو بمعلومة بي ليتحقق به ستر العورة وبمعلومة بي عورة كي دا بوشتي وستر حرة او جزجني حرة ولو صغيرة باتشي جوري قد كشبي غير وزعين وكفين الا رو دستي نبي ظهرهما وبطنهما إيرا وإيرا أو أني قيدناك إلى الكوع عيني حتى إيرا حتى أو زنجي أو كوع أو أني أو قيدناك دبي بس دا بوشي قلبك يا أموي بما لا يصف لونا أي لون البشرة في مجلس التقابل بس تشوابي لو أن نبي بيستي ديار بيكو يستاه عند جنهين نزل شزور تنك دبا دكان لازل ككي را بيستي ديار أو درسني أبو نجبونو عيني لا يصف لونا ها لا يصف لونا يعني ديارنا دا ديارنا دا وصفنا كارنجا كي يعني نساني بيستيشن كي كوا بس بيار رشا كوا ده بتشتشي واد بربكا ديارنا بيلاقي ملي داخل كوا رنجا كي كوا في مجلس التخاطب لما مجلس يقصر قفت قوي أو برام بري يقلي كعادة خرج خاني سمة ترنيا يقلو بري يقلو بري بينيان دوما ترى دبيني على عتا دوما ترى لوان بي دبي زتشيل ديارنا بي اگه نابرین اگه های زور تن چی شبرن اگه دور بی دیار نابی او شرد نیا لما دلیس تخاطو بی یعنی لیره لو دیو لو دی برامبر یک دی بی آفره تک بی لوان بی زل کچوای دو داوی چو چی تی دا دیار نبی او شار دیار نبی اما دوشی رجولی لا اما دوشی رجول نیشی ای لون البشرتی فی مدلیس تخاطو بی کده علابته بی دالک احمد بن موسا بن عزیل او عالم گوره او های فرموا ويكفي ما يحكي لحجم الاعلاء أو حكاية حزم أحزايدك وش أو بانتور مانتور غانني بانتور شقيقوني ديارة لاقوني ديارة أو ديارة بران كافي شا وقبولني شكشي قبولة لكنه خلاف الأولى بران مشتشي باشنية أو زل شيء لبربكا وش كنت كشواري كردي يانديز داشا أو أنا باشتر ويجب الستر من الأعلى والزوانب واجب النبي او ستري بكان لا يسرو ولا تنشتان يعني لا تنشتا وديار النبي لا سرو واش كسك النبي بيبيني مثلا باغري هم فربي هم فربي يا سرو ورا بروتي عورتي ديار بي او درسني دبي بشبندي بس بشبندي بس ويجب الستر من الاعلى والجوانب لا من الاسفل
بنا لبنا وقيدين يا قيدين اغير نجم كايق لبنا وسر اخوي لو اخوار كاتوا قبيش ببيني كابرا هيز زدرين يعني نجم اتارنا كن جنة او ستر واسبة ان قدرا اغا فكرة شي فكرة اي كل من الرجل والحرة والاماتي عليه على الستر اغا في افكرة زار اي بينا اغير كابرا زر كاكاي دسوتي نجي دسي تبكا اما العاجز عما يستر العورة سنة وستر في مكروت قدبه فيصلي وجوبا عاريا عاريا بلا إعادة بابا بإعادة نجم كروت قدبه ولو مع وجود ساتر متنجس تعذر غسله ولو اشتكي في سابو بلا اشتكي في بين الشورى أو نبو في مشوار اشتكي في سيش بكلمنا لا من أمكنه تطهيره بلا اوي في دكرا مشوار زلك في سكي باب مشوار وإن خرج الوقت با وقت ايش بروار باب مشوار أجا وقت إجرائي لشوشتن قيدين وكان نجا قيد ابتقى الله قناعين أبدا ولو قدر على ساتر بعض العورة هذه أجا بارسة فروكة چاندا دست رب بزاني برين كريكسة چاندا لزيمه ستر بما وزدا سندي لدست عاد باعون دي ستر فيبقى سندي همي باعون وقدم السوءتين يكم زار پیش و پاش خوب آدا پوش اولا من دلیل همون حیب ترا ادی اگه باشه دوان نبو الا باشه لایچی بو فالقبول با پیشوی خود آب پوشی او عیب تر او دی پشتو اگر دیارش به قیدینیا فدبر لدوی اگر نه او زد لدوی اگر قبول کید آب پشت او زنو بت دبر ی پشتو یا ولا یصلی عاریا مع وجود حریر ادی اگر آوریش مهبو آوریش حراما الا آوریش مهبو دبر بکا او درس نی بر روتین و جو کبا آوریش مکی دبر بکا بل لا بیسلو با دبر بکا لو لانه یباح للحاجتی چونکه لو حاجت لو عزت درسته لو عزت درسته پیغمبر صلی الله علیه و سلم اذن داد دو صحابه ابو خرشت یعنی قربی بو فرمی اونگو حریر دبر کن قیدین یا بگردان بخول مرکان و يرزم التتين و عزم دب قرد خو هر سوی لو عدم الثوب او نحوه اگر زلکو او شتان هیچ نبو قر له اندری ابو قر خاوین باند قر له قلب خو هر سوی می قلب دیار نبی و يجوز لمكتسن او زه او عادي اگر امام کا رود بو مأموم کش دل چیله بر بود اخو درست یانا در و یجوز لمکتسین اقتداء بعاری درست اقتداء بعاری کا امام رود بی ولیس للعاری غصب الثوب او کرو تو قوت درس نی بس دل چیله عالم برفینی بخورتی لخرچ مستینی غصب کا و یسن للمسلی أن يلبس أحسن ثيابه تزل كل همان زو أن ترعوي دبر بكواب عشاء ويرتدي الباس شنواري دفيبكا ويتعمم عمامة شدزوان نقبس الكوتي بيت النويجي ويتقمص كراسي دبركا ويتطيلس طيلساني دبر بكا وفروكي دارنا سشان إخوان أو أعوعي زوان خب راسين ولو كان عنده ثوبان فقط ادي اگر الا دو قاد زل كتبو لبس احدهما وارتدى بالاخر يكشي لسر وقيم كم يكشي لخواري ان كان ثم ستره اگر ستره هبل وجه ستره او يوتشتش دا سقيني وبعالم بفيش الداني والا ادي اگر ستره نبو او شلوار تفكر زعله مسلم بك مسلى لبيش اخوي دابنا لبن اخو الرايخه باون درود بقيدنا كما افتى به شيخنا اروجي شيخ ابن حزر واي فرموا ان كان ثم ستره ستره اگر ستره ابو مسلى الرايخ رايخ خصبو يان ديوار ابو يان عساش تقانو يان بيراوي دان ابو ودين ستره هنجني بازل كشي دبر بكاي كشي الاخواري شي لسره اگر ستره لونه جنه بو تیلا دو دل چی لکن بو بازل کچی بکا در شروار اون در رود بی قیدین خواهزب نیا دل چی لبر بی با حوزر که بکا تا رای خیان لپیش خود دانی و بی عالم بپیش دانی لونه جنه دین ستره یجیبو آده ستر خارج سلات ایلا او ستره که گوتوان بین سر و رکبه دا بی خلق خوی دا پوشی اول لدر و اینویشش حدا بی وابی ولو بی ثوب النجسین حتی اگر زر که کپیسیش بی قیدین آکا او حرير يعني اوريش بلم يزيد غيره وتيدي كي نبي حتى في الخلوه حتى على كسر لك النبي تسولو هو اللي بيدرسني خرج بروتو قوتي دانشي لكن الواجب فيها ستر سوءتي الرجل برن اوي كواجبة واجبة لخلوتي وتشكسي لك النبي الا هو ادب كان بيشو باشو يدا بوشي
بس أقرانو أو أنا يدارج بقيدناك مانع نيا، لكن الواجب فيها ستر سوأتي الرجل وما بين سرة وركبة غيره أو يشنج بما بين سوكنا وشي بزربي أو يدي قيدناك أقد شو شي ملي أو أنا يدارج من كسل وين يتسقيدها يا أصنع بخلو وين ويجوز كشفها في الخلوة ايه اما قلت ما عنده بدا بوشي ادي اگر رود خوي رود كدوا ويجوز كشفها في الخلوه اگر كسي لك النبي درستا خو رود قد كاتوا ولو من المسجد حتى لمسجد تجمي لادنى غرض حق تشوكك شيء هبي لو قريت رزنيا بل انا بعدنا غرض شي درستا مثلا وشي تسيا كتبريدي وشي لو فين كاتي غير ما ابو قلت خو رود كموقع هناك لو فين كاتي وصيانة ثوب من الدنس ياندري ندى حضرتك كده بربكالو يخورو الدكاتوا دروا بي فيس نبي بكو جيز جز نبي قيدين يا والغبار عند كنس البيت يان جنكا او ماري دماري توز موز اوهبو زن شخولة بدا كاتوا دروا بي قلبو متوس نبي وش قيدين اكا وكا غسل يان لو شوشتني خر خونا غوري لكور اختي كور دكا اوش قيدين اكا قرون ورابعها صار من الشروط نيجا معرفة دخول وقت يقينا أو سنة ذي بزاني نيجا وأبزا نيجا دك يبزا أن بنقيني أن بسني فمن صلى بدونها نيجا كان زاني نيجا لم تصح صلاة نيجا كي درسني وإن وقعت في الوقت ولو لكاتش بما دم أو لو قري كرديني زاني نيجا ولا دعاء أقر معلوم بنيجا ونيجا كي أقولني لو لأن الاعتبار في العبادات سنشي شرط لعبادة بما في ظن المكلف الشرط ظن كابرة أو ظن وانا مكن يجبوا لو قرن نجك أو لعبادة وبما في نفس الأمر وبما في نفس الأمر بما في ظن المكلف وبما في نفس الأمر هودك دبي ظن شدوابي دبي نفس الأمر شروابي أو عبادة بي اگر نفس الامر جوابی اتو زنت غرد بی هم نشد قبور نیا اگر زن نشد وابی نفس الامر و نبی حق قبور نیا دبی نفس الامر حقیقتا نشبو بی اتو جواتی بگی نشبو ادی معملا و فی العقود لا معملا بما في نفس الامر فقط الا لحقیقة داو بی اگر زن نشد و نبی هر قبور عقود معملا مثلا کامرا اگر معملا چکن نیا بی درست نیا او بسن خو وی درس نیا دا لا حقیقتا دا درس نو او قبول یا شو ماره بابی دزی او دزی حرام دا معلوم بو بابی مردو هنجی ایو شو بابی مردو بی مردو ته ماره بس ته میرات کرے او بیا کا درست بله بس عبادت کرے ادي ادي سن شر نفس الامر بس عبادت زنی کابرای پی پی وستا په وخت ظهر نوران کن جراد بی من زوال للشمس من زوال الشمس للشمس من زوال للشمس وش الروج غناوان دي عاصمان اوها برش اوها دا كليكا اوها حتى كنجي الى مصير ظل كل شيء مثله حتى هرش تكسي بري خوي تسندبي اوها دادني اوها سيبركي هندي خوي ديت ديت ايرانا ظل استواش قسوكا كدو فانزيا اجلبن عرضي حتى ايردي اوها نوران دبي او نوران او زل استوائي دليني او چه دو فنزهات او زاره هنده دي كهات بيز غلا او دو فنزنيا او بين ايره لحق دو فنزكي او انده حتى ايره دي وده تحصل او نوران او انده من زوال للشمس لروجه كده كلي كان لنا وانده الى مصير زل كل شيء مثله حتى هرشتك سيبري بخوي تسنده او انده سيبري قوره دبي غير زل استوائي بس قال الزلي استواء او صار بين سبانزي كلا من ديواري هيا مثلا مزقب سيبر كي دروا حتى كندو كانت زلالي او نجع سر دبي زلي استواء سي الزلي الموجود عنده ولا وقت استواء ان وجد اغز لك هبي لا عنده ولا تعالى لما كم مدينه وانا عزل لنيا وسميت بذلك لو دنا الزلي استواء لو درنا الزهر لو ناوينا الزهرنا الزهر لانها اول صلاه زهره سنش اول نيجب كبيغمبر صلى الله عليه وسلم لم اعرازي هاتوا نيجب يعني خوافي نقود وزبراين هاد وخزمتي نيزاني نيجكوب كان نيكر لا لنيج نوراني را وحي له هاك نيجكو اول نيج ظاهر هو نيج نوراني او خلاص سيبري عندي خوي هاد بو عصر فوقت عصرين من اخر وقت الزهري وش نيج نوراني تسو او دبت عصر
هذا كم جينا عصر دمينه إلى غروب جميع قرص شمسه هذا روش تاو تاو بزر دمي أو عصر عندي خلاص هني كم جي دمت مغرب قرص بازنه ها فوقت مغرب أو دمت مغرب من الغروب وش روش أوابو إلى مغيب الشفق الأحمر هذا سوراتي بزر دمي وش روش أوابو سوراتي خفيدا دمي كم جي سوراتي كخلاص بو أو دمت عشاء وش يعني هو عشاء؟ مغرب نما أو مغرب نما فوقت عشاء إن عشاء الكنجية من مغرب الشفقي لسورة بزربوني إلى طلوع فجر لدعاء دري إلى طلوع فجر حتى بعدها قال شيخنا وينبغي ندب تأخيرها لزوال الأصفر والأبيض دري ندوز لدو أو شفق سوري دو 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 دي كه زرداتي كه سبياتي كه وا باش برچ راوستي حتى او دوش بزم دبي او زم جعشا كي لو خروزا من خلاف من او زب ذلك لبر اول هند علماء فرمي انا دبي زرد سوراتي كبر وا زرداتي كبر وا سبياتي كبر وا او زم جعشا سوراتي عند هاي هاي تكون بدر دك هاي باش مغربي اي باش مغربي الدنيا سورا ويمتد أو دمين دمين عشاء إلى طلوع فجر حتى بانيا فجر الصادق بانيا براستي بيش بانيا براستي سبيان تكيل ولا يا شيطان أو ها أو هادروستك أو هونيا بس فجر الصادق براستي لبن بنوع عثماني أو سبيان تك بيدا دبي أو أو أول بانيا فوقت الصبح أو زوج السبينا أو إيش كان جيا من طلوع الفجر الصادق حتى بياني راس للكاذب او يدروي كنا حتى كنجي الى طلوع بعض الشمس حتى تريسكي روجي بدر ذاك الى ولا يعني بس بدني رناقوني اني شهر دميني اه دميني دميني اه بل ناخذ دنيا رناقون هنزار هي هراتيه برات ساكه تبيني هنا من ان شاء الله هاك هذه السفيني ابيز دقه بروج هراتيه شان بتقدر نكتيا ونجنا مني والعصر عصرتيه هي الصلاه الوسطى أو صلاة الوسطى كخواي قولة زل زلال ولا قرآن في روز دا فرمي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى كده زاني لصحة الحديث به تمشي حديثي لصلاة حديث أي بأن العصر هو الصلاة الوسطى ولفظه شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ومذهب الشافعي اتباع هذا الحديث فصار مذهبا له لوقتي كابي غمر صلى الله عليه وسلم هو خندق كان يدد على دوري مكي فهو اللي بقى فرا نورا سمنا جيب كان نزيق ببونا وطوري تيرو ميليان دهاويش فرموي شغلونا عن فرموي شغلونا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر أو كافرنا أما أن مشغول كان للصلاة الوسطى كان يجي عصري ديارا يجي عصري صلاة الوسطى فهي أفضل الصلوات تمشي لها ناوان ديا دو لو ديوية دو جلو ديوية سبينا ونوران لولا مغرب إشاز لولا كتناوان ديا لسعة الحديث بيه فهي أفضل الصلوات ويليها الصبح لدوين نجي سبينا ثم العشاء لدوين نجي عشاء لدوين نجي عشاء ميسبيني دوم يجا أفضل الصلوات ويليها الصبح دوامينا ثم العشاء عشاء سيمينا ثم الظهر أو زن يورانا ثم المغرب أو زن مغربا كما استظهره شيخنا من الأدلة سن دليل وايهنا شيخ ابن عزل أو هيدانا وإنما فضلوا جماعة السبع والعشاء أو زن مغوت بان أو عصر قورة روانيا هذه لو درن جماعة نجل سبعين وعشاء لها مو جماعة خير ترى لأنهما فيهما أشقوا سنشي زعمة أغربي خارج لخودة من الوقت إذا سبينو إشاء نجمان دي بروش كسابة الكردية تازو تيو ماريا قال الرافعي إمام الرافعي فرمويتي كانت السبع صلاة آدم حضرة آدم نجى سبينان لسفر زبو والزهر صلاة داود حضرة داود نجى نورانه والعصر صلاة سليمان نجى عصر حضرة سليمان والمغرب صلاة يعقوب أبيجي حضرة يعقوب والعشاء صلاة يونس عليهم الصلاة والسلام قاي قورة همو همو كوكر دولو أمتي محمدي أو بنز نجانا معناه ما هو قورة رين أمتي صلى الله على سيدنا محمد